السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الألجبرا. خدنا في السيشن اللي فات ذا دايركت فاريشن بتوين تو فاريبلز. النهارده هنكمل إن شاء الله، هناخد انفرس فاريشن أوف تو فاريبلز، وده آخر ليسون عندنا في الألجبرا، وبقي لنا إن شاء الله فرع الاستاتستكس. إن شاء الله بإذن الله تعالى السيشن الجاي إن شاء الله يكون ريفيجن على يونت 2 كاملة. فهجهز لكم ان شاء الله اكسرسايز كويس وتمارين كده شامله على الايه، على اليونت كلها باذن الله تعالى. تمام، ان شاء الله نبدا مع بعض الانفرس فاريشن. قبل ما نبدا الانفرس فاريشن كده، تعالى كده ناخد كده مقدمه يعني ايه انفرس فاريشن، وممكن بنستخدمه. قلنا وين واي فارس دايركت مع الاكس، واي فارس دايركت از اكس، فعندنا حاجه من الاثنين. قلنا y equals mx or y1 over y2 equals x1 over x2. دوت اللي احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل في السيشن اللي فاتت، وخدنا اكسرسايز كافي عليه وبما فيه الكفايه. يعني ممكن نرجع لرابط الحصه اللي فاتت ونراجع الايه الدايركت فاريشن. تمام، قلنا m is constant not equal to 0، وقلنا to prove that ان y varies directly مع x، كنا بنثبت حاجه اتنين، يا اما y over x equals constant or y equals mx. لو قدرت اثبت اي حاجه من الاثنين دولت يبقى قدرت اثبت ان y varies directly مع x. طيب تعالى نشوف النهارده بقى الانفرس فاريشن. زي ما شفنا من الفيديو اللي عرضناه من شويه، الانفرس فاريشن ان عندي تو فاريبلز، لما واحد فيهم بيزيد الثاني بيقل، او لو واحد فيهم بيقل التاني بيزيد. زي المثال اللي كان عندنا في الفيديو اللي بيقول لي ريليشن بتوين التايم والديستانس، لما تكون الفيلوسيتي كونستانت، انا عارف ان الفيلوسيتي ايكوالز ديستانس اوفر تايم. تمام؟ طيب وين ذا تايم؟ لو انا عندي فيلوسيتي ثابته، انا ماشي مثلا باي فيلوسيتي 100 كيلومتر بير اور. تمام؟ انا ماشي على ايه؟ على الفيلوسيتي دي ثابته عندي ما بتغيرش. تمام؟ كل ما زودت التايم بتاعي زاد، الديستانس يزيد. ديت ايه؟ الريليشن بتوين الديستانس والتايم دايركت. طيب الريليشن بقى بتوين الفيلوسيتي والتايم، لو عندي الديستانس ثابته، يعني مثلا انا همشي مسافه 100 كيلومتر. طيب وين ذا فيلوسيتي انكريز؟ لو انا بقى مشيت بفيلوسيتي مثلا 120 كيلومتر بير اور، التايم هيحصل له ايه؟ هوصل في وقت اسرع، فمعناه ان التايم هيقل. طيب لو زودت اكتر الفيلوسيتي 150 كيلومتر بير اور، ايه اللي يحصل؟ التايم هوصل بدري اسرع، ماشي؟ فهوصل بسرعه اكتر، فكده التايم بتاعي هيقل. يعني مثلا هنا لو انا بمشي 100 كيلومتر بير اور، فانا خلال ساعه هقدر اوصل للمشوار بتاعي، هنا التايم هيقل، هنا التايم هيقل. فلاحظ عندي ان كل ما الفيلوسيتي زادت كل ما التايم قل. طب العكس بقى، كل ما الفيلوسيتي قلت، انا بقى لو ماشي بفيلوسيتي 100 كيلو، طب لو مشيت هاخد 1 اور، لو قلت همشي 100 كيلو متر الفيلوسيتي بتاعتي بير اور، ايه اللي يحصل؟ اوصل في مسافه 1 اور. طيب لو الفيلوسيتي بتاعتي قلت، هديت شويه السرعه وانا ماشي في الطريق، ايه اللي يحصل؟ هاخد وقت اكتر. لو هديت اكتر هياخد وقت ايه؟ وقت اكتر. طبعا ماشي، ده مثال توضيحي على الريليشن بين بتوين الفيلوسيتي والتايم، وين ذا ديستانس از كونستانت. تمام، يبقى دوت الميننج بتاع الانفرس فاريشن. طيب ازاي بقى التطبيق الماثيماتيكال بتاعنا بقى نستخدمه ازاي؟ فبقول له وين واي فاريز انفرسلي مع الاكس، يعني واي فاريز مع 1 اوفر اكس، دي معنى ايه؟ انفرسلي فاريشن بتوين واي اند اكس. تمام، اللي يحصل برضو عندي حاجه من الاثنين زي المره اللي فاتت، فاشيل عامه الفاريشن واقول y equals m over x such that m is constant not equal to 0 or y1 over y2 equals x2 over x1. الاحظ هنا ان احنا عكسنا، هناك كنا بنقول في الدايركت فاريشن y1 over y2 equals x1 over x2، هنا في الانفرس فاريشن اقول y1 over y2 equals x2 over x1. قلنا بنستخدم دي امتى وبنستخدم دي امتى؟ في المره اللي فاتت في الدايركت قلنا بنستخدم ديت لما يقول لي find the relation between x and y. طب طالما عايز الريليشن between x and y يبقى استخدم الايه؟ الريليشن اللي فوق دي. طيب هنا بقى لو هو مش عايز الريليشن،
يقول له فايند اكس وين واي او فايند واي وين اكس، يبقى انا ايه هستخدم الايه البروبورشن ده. طيب تعالى نعرض الكلام ده بتاعنا. طيب ولما يجي يقول لي بقى بروف ان هو بروف ذات واي فيرز انفيرسلي مع الاكس، طب محتاج هنا بروف ايه؟ محتاج انا اعمل بروف اكس واي ايكوال كونستانت، اكس تايمز واي ايكوالز ايه كونستانت. لو اكس تايمز واي ايكوال كونستانت ففي الحاله ديت ده انفيرس فاريشن، تمام؟ او اقول اكس ايكوال ام اوفر واي، واي ايكوال ام اوفر اكس، يبقى ده انفيرس فاريشن بتوين واي اند اكس. لكن هناك في الدايركت عشان نقدر نفرق بينهم نربط الجزئين ببعض، في الدايركت لما يقول لي بروف ذات ان واي فارز مع الاكس، فمعناه ايه؟ بروف ذات ان واي اوفر اكس ايكوال كونستانت اور واي ايكوالز ام اكس. ادي الجزئين اهوت عشان اقارن بينهم، ده لما يقول لي بروف ذات ان هو انفيرس، ده لما يقول لي بروف ذات ان هو دايركت. طيب تعال نستعرض الكلام بتاعنا دوت بشكل اكثر تنظيما. It is said that y varies inversely as x and it is written as y varies inversely as x if x y equals m such that m is constant not equal to 0 or y equal m over x. طيب فانا بستخدم ديت لما يقول له find the relation، واما استخدم ديت لو هو مش عايز ال relation وعايز value of x or y، تمام؟ هنا هلاحظ ان y1 over y2 equals x2 over x1. طيب فور اكزامبل يقول لي بقى في الاكزامبل دوت اف واي فيرز انفيرسلي از اكس، ماشي؟ طيب تعالى نشرح كده، اقول له واي ايكوالز 1 اوفر اكس فيرز مع 1 اوفر اكس. طيب هنا فايند ذا ريليشن، يبقى كامل كده اقول له زير فور واي ايكوالز، اشيل عنده الفاريشن احط له ام، ام اوفر اكس. طيب عايز اجيب الفاليو بتاع ام، لسه من شويه قلنا الام ديت ايكوال ايه؟ ام ايكوال اكس واي، ام ايكوال ايه؟ اكس واي. فهنا زير فور ام ايكوال فين الاكس؟ ادي الواي وادي الاكس، يبقى ام ايكوالز 6 تايمز 2.5 ايكوالز 15. كده جبت الام، ارجع بقى للريليشن بتاعي اقول له زير فور واي ايكوالز 15 اوفر اكس، اعملها برواز جميل كده اقول له ذا ريليشن اللي انت عايزه، ده المطلوب اللي انت عايزه، تمام؟ تمام. طيب then find the value of x find the value of y when x equal 5، طبعا اعمل دايركت سبستيوشن اقول له when x equals 5 y equals 15 over، اشيل x واعمل دايركت سبستيوشن 5 15 over 5 equals 3، يبقى when x equal 5 y equals 3. تعال نشوف الكلام دوت اهو بشكل منظم قدامنا كده، اقول له y varies inversely مع x therefore x y equals m where m is constant not equal to 0 since in y equals x as x equal 2.5 therefore اقدر اجيب الام بتاعتي 6 times 2.5 equals 15، يبقى the relation x y equal 15، او ممكن اقول له the relation الاثنين صح y equals 15 over x، تمام؟ سواء كده صح وكده صح. طيب at x equal 5 يبقى ده يبقى 5 y equal 15 divided 5 يبقى y equal 3. Another example بيقول from the data in the following table answer the following question show the type of variation between x and y. طيب قلنا والله type of variation اقدر احدده ازاي؟ لو البرودكت كونستانت يعني x equal x times y equal constant يبقى دوت inverse variation، لو y over x هي اللي equal constant وده دايركت، ده كده دايركت ودوت انفرس. طيب فانا اشوف التيبل دوت ادي الفاليوز بتاع الاكس والواي 2 6 4 3 6 و 2، طب اشوف المالتيبيكيشن لو طلع كونستانت يبقى ده ايه؟ انفرس 2 تايمز 6 ايكوال 12 4 تايمز 3 ايكوال 12 6 تايمز 2 ايكوال 12. انا عندي هنا كده البرودكت بتاعي كونستانت، يبقى اقول له سينس ان اكس واي ايكوال 12 ايكوال كونستانت therefore y varies inversely مع x، يبقى ايه the type of the variation is inverse variation. find the constant اهو constant اهو اللي هو 12، يبقى m equals 12 constant بتاعي. find the value of y at x equals 3، بقول له at x equals 3 اعمل direct substitution، طبعا اجيب ال relation الاول، احنا y احنا قلنا y equals m over x، طب انا جبت ال m يبقى y equals 12 over x، فبروزها كده دي الريليشن. طيب
بيقول لي فايند واي ات اكس ايكوال 3، بقول له ات اكس ايكوال 3 دايركت سبستيوشن في الريليشن اللي انا جبتها، يبقى واي ايكوال 12 اوفر 3 ايكوال 4، كده جبت له الواي. يبقى كده كده ادي الثيرد ريكوايرد. اجي الفورس ريكوايرد، فايند فاليو اوف واي، فايند فاليو اوف اكس ات واي ايكوال 2 اند 2 اوفر 5. طيب دايركت سبستيوشن، هنا الواي ايكوال 2 اند 2 اوفر 5، 2 اند 2 اوفر 5 equals 12 over x. طيب احول ديت ل fraction improper fraction، يبقى 2 times 5 plus 2 يبقى 10 plus 2 equals 12، 12 over 5 equals 12 over x، therefore x equals a 5. طبعا هنا numerator equals numerator، therefore denominator equals denominator، x equals 5. تمام، ده السؤال بتاعنا، هنعرضه مع بعض. The variation is inverse، وقلنا ليه؟ عشان البرودكت كونستانت، y equal 1 over x، يبقى y x equal m، m ب 12، إذا جبت الـ constant، at x equal 3، يبقى 3 أنا عندي أهو، x y equal m، يبقى 3 y equals 12، divide 3 y equals 4، as y equal 10 over 5، direct substitution، وهجيب الـ value بتاعت الـ x بتاعتي، تمام؟ Another example، بيقول لي if y equals a minus 9 and y varies inversely مع x power 2 and a equals 18 when x equal 2 over 3 then find the relation between y and x. How is the relation between mean y and x؟ يعني y و x. طيب والله هبدأ منين بقى؟ هبدأ من variation. أنا أقول له since in y varies inversely مع 1 over x power 2 therefore y equals m over x power 2. فين الام؟ ما انا عشان عندي الام، يبقى اول حاجه محتاج، يبقى اول حاجه بشيل عندي الفاريشن احط كونستانت، ثاني حاجه فايند ذا فاليو اوف ذا كونستانت ازاي؟ دايركت سبستيوشن بالايه؟ بالاكس والواي. طيب هي الاكس بكام؟ 2 اوفر 3، يبقى هنا اقول له عندي ام، ام ايكوال واي اكس باور 2 البرودكت، لان هنا كونستانت ايكوال برودكت. طيب انا عندي الاكس اهي 2 اوفر 3، يبقى 2 اوفر 3 اول باور 2. طب تايمز فين الواي؟ مش مدينه ده، هو مديني الاي. طب ما الواي ايكوال ايه؟ ماينس 9 والاي ب 18، يبقى واي ايكوال سبستيوت على ايه؟ يبقى 18 ماينس 9، يبقى الواي ايكوال 9، يبقى هنا 9، يبقى 9 تايمز 2 اوفر 3، 2 اوفر 3 اول باور 2، 2 باور 2 ايكوال 4، 3 باور 2 ايكوال 9، سمبليفاي 9 مع 9، يبقى الام ايكوال 4. جبت الام، يبقى الريليشن يا اما اقول y x باور 2 equals 4، واقول له دي ريليشن، او ممكن اكتبها بطريقه ثانيه اقول y equal 4 over x باور 2، لان هي m over x باور 2 والm ب 4، يبقى 4 over x باور 2، يبقى ديت صح واللي يعمل ديت يبقى الاثنين صح. طيب دي ريليشن between مين؟ between y and x. then deduce the value of y when x equal 1، يبقى اقول له when x equals 1 y equals 4 over 1 باور 2، 1 باور 2 ب 1، يبقى 4 over 1 equals 4، يبقى ديت the value of y. تمام؟ يبقى جبنا الـ m 4، يبقى y equals 4 over x باور 2. طبعا أنا بحلها بالشكل دوت، عشان أنت لو حبيت تتفرج على السيشن بعد كده في أي وقت، وعايز تشوفها بشكل أكثر تنظيما، هتقدر توقف الشاشة في أي منطقة أنت عايزها، وتشوف الحل بالتفصيل. تمام؟ وعندنا في التعليقات ممكن لو في اي حاجه مش واضحه ممكن نكتبها في التعليقات. تعال نشوف another example. if a باور 2 b باور 4 minus 10 a b باور 2 plus 25 equals 0. prove that a varies inversely with b باور 2. طيب معناها ايه بقى؟ احنا قلنا عشان prove that ان a varies inversely مع b باور 2 عندي حاجه من الاثنين. يا اما بروف ذات ان a b باور 2 ايكوال كونستانت، اور a ايكوال كونستانت m اوفر b باور 2. ديت صح ودي صح. تمام؟ يبقى انا بدايه عارف انا عايز ايه؟ يعني انا محدد انا عايز ايه بالظبط. تمام؟ فانا اقول له ديت عندي ده تراينوميال اهوت، اعمل له فاكتورايزيشن. الاحظ ان ده بيكون بيرفكت سكوير. طبعا حلينا نفس الفكره ديت في الدايركت فاريشن، فالنهارده بنحلها في الانفرس فاريشن. ده بيرفكت سكوير، اعمل له ايه؟ فاكتورايزيشن براكت اول باور 2 روت اوف فيرست تيرم ايه باور 2 هيبقى ايه؟ بي باور 4 تبقى بي باور 2، الساين اللي في النص
روت الثيرد روت يوني 5 ايكوالز 5. therefore ده كله باور 2 ايكوال 0 يبقى اللي جوه ب 0 a باور a b باور 2 ماينس 5 ايكوال 0 therefore a b باور 2 ايكوال 5. طب ال 5 دي ايه يا شباب؟ ال 5 دي على كونستانت. يبقى سينس ان a b باور 2 ايكوالز كونستانت therefore a varies inversely مع b باور 2. تمام؟ تمام. نعرضها تاني عشان اللي يحب يراجع الحلقة في أي وقت تكون واضحة معاه. Another example f x باور 4 y باور 2 minus 14 x باور 2 y plus 49 equals 0 بروف ذات ان y varies inversely مع x باور 2. تمام؟ طيب عندي trinomial مترتبة وجاهزة. طيب انا ممكن اتاكد ازاي ان ده بيرفكت سكوير؟ قلناها المره اللي فاتت وهنقولها تاني. عشان ده يكون بيرفكت سكوير لازم عندي ثلاث شروط. اول حاجه الفيرست تيرم يكون بيرفكت سكوير. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني السكوير روت. فالسكوير روت اكس باور 4 هتبقى اكس باور 2 واي. واي باور 2 هتبقى واي. تمام كده اول شرط نحقق. ثاني شرط ان الثيرد تيرم يكون برضه بيرفكت سكوير. طيب ما روت اوف 49 ايكوال 7. ثاني شرط كده نحقق بيرفكت سكوير. طيب ثالث ان هو الميدل تيرم ايكوالز ايه؟ positive or negative 2 times root first times root third. طب تعالى نشوف كده positive or negative 2 times root first كام؟ x باور 2 y. root third كام؟ 7. يبقى times 7. تمام؟ طيب هنا 2 times 7 equals 14 يبقى 14 x باور 2 y. 14 x باور 2 y. ايه ده؟ ما هي 14 x باور 2 y ايه؟ سواء positive or negative. يبقى كده انا اتاكدت واطمنت ان ده بيرفكت سكوير. طالما بيرفكت سكوير بقى ابدا احل اعمله ده اعمله ايه؟ فاكتورايزيشن عباره عن براكت اول باور 2 ايكوال 0 روت الفيرست وروت الثيرد اكس بتبقى اكس باور 2 واي ماينس 49 الروت بتاعها 7 يبقى اكس باور 2 واي ماينس 7 براكت اول باور 2 ايكوال 0 يبقى هو البراكت ب 0 اكس باور 2 واي ماينس 7 ايكوال 0 therefore اكس باور 2 واي ايكوال 7. يعني ايه 7 دي؟ يعني كونستانت. Since x بار 2 y equal constant اقول له therefore y varies inverse مع x بار 2. او ممكن كده اقول له since ان y equal 7 over x بار 2 therefore y varies inverse مع x بار 2. تمام واضح يا شباب؟ Another example بيقول لي if a weight of a body طبعا دي applications على الدايركت والانفرس فاريشن. ازاي لو اداني مساله زي ديت ازاي اقدر احلها؟ تمام. بيقول لي if a weight of a body on earth equals r directly changes with the weight on the moon. طب ده معناه ايه الكلام دوت؟ معناه ان ال weight w on the earth r varies directly مع ال w. تمام؟ w ده ال weight on the moon. طبعا احنا عارفين من الساينس ان ال weight on the moon equals 6 weight on the earth. تمام؟ دي كنا معلومه خدناها في الساينس عندنا. طيب اقول له since ان r varies directly مع w. هنا طبعا هشوف هل هو عايز الريليشن واقول له ايه find w2 when r2 equal كذا. يبقى انا ايه مش محتاج الريليشن. يقول له r1 over r2 equals w1 over w2. طب ليه عملت كده؟ عشان ده ايه؟ هل ده دايركت ولا انفيرس؟ ده دايركت فاريشن. يبقى خلاص هشتغل على دايركت فاريشن مش محتاج بقى حاجه ثانيه. طيب فين ال r1؟ ال r1 اهيت 182 over R2 فين R2؟ equals 312 and equals W1 equals 35 over W2 اللي هي عايزها. يبقى سميها W. therefore اقدر اجيب W؟ سهلة جدا اقدر اجيب ال W بتاعتي بكل سهولة. اقول له W equals ايه؟ 35 times 312 divide 182. اعمل كده cross multiplication 35 times 312 divide 182 equals 60. تمام اهو 60 كيلوغرام. تمام واضح معانا يا شباب؟ طيب تعال نشوف another example او نشوف الاكزامبل ده بشكل اكثر تنظيما عشان بنقول برضو لو حد عايز يراجع ورانا السيشن دي تاني وراجعها مره واثنين وثلاثه محتاجها في اي وقت تراجعها موجوده معاك على ايه؟ على موقع وزاره التربيه والتعليم. كل السيشنز دي اللي احنا اللي بنقولها واللي فاتت كلها
موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، ممكن تخش عليه وتتابع الحلقات القديمة أو أول بأول. تمام، تعال نشوف another example برضو application. If the speed of separation v of water to pass through a hose nozzle inversely changes with the square of the house nozzle radius length r، يعني ايه الكلام دوت؟ تعال نمشي خطوة خطوة. أول حاجة ال v مالها؟ أدي v varies. شوف بقى كلمة inversely و directly. inversely يبقى 1 over مين بقى؟ square of radius يبقى of 1 r power 2. تمام، طب اعمل ايه بعد كده بقى؟ هو اقول له find v when r او find r when v، اقول له يبقى v1 over v2 equals r2 over r1. ليه قلت r2 over r1؟ عشان دوت ايه؟ inverse. بس هل هي r2 over r1 بس وهسكت على كده؟ لا، انا هلاحظ ان الـ r هنا عليها باور 2، يبقى الباور 2 يفضل ملازم الـ r، سواء r1 او r2 الايه الباور 2 ملازمني معايا دايما. طيب فين v1؟ ادي v1 اهي. ابدا امشي بالترتيب، هو المره في المساله اللي فاتت كان مديني كان كاتب مرقمهم لي. انا هنا بقى اعمل هنا v1 5، ادي r1 وادي v2 وادي r2، يبقى v1 5 اوفر v2 اللي انا عايزها ايكوالز r2، ابدا بr2 الاول، يبقى 2.5 اول باور 2 اوفر r1 يبقى 3 باور 2. طيب منها يبقى 5 اوفر v ايكوالز 2.5 باور 2 يبقى 6.25 اوفر 3 باور 2 اوفر 9. اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 5 تايمز 9 اوفر 6.25. تمام، يبقى v ايكوالز 7.2 تمام سنتيمتر بير سكند. انا هعمل هنا اليونت بتاعتي سنتيمتر بير سكند. احنا طبعا جبنا الريليشن وعملنا سبستيوشن، ما دي معاك ودي معاك، ممكن تجيب الريليشن وتعمل سبستيوشن او زي ما عملنا مع بعض بقى. تمام، وجبنا الايه؟ ال في. تمام، واضح يا شباب؟ طبعا احنا قلنا هنا جبنا قلنا في فاريز ان فيلس 1 اوفر ار باور 2، يبقى في ايكوالز ام اوفر ار باور 2. تمام، عايز اجيب الام عشان يبقى عندي الريليشن كامله، اقول له اد في ايكوال 5 ار ايكوال 3، يبقى سبستيوت يبقى جبت الام ايكوال 45، يبقى 04. ارجع بقى للريليشن هنا تاني، يبقى v ايكوال 45 اوفر r بار 2. فايند v دايركت سبستيوشن على r 2.5، يبقى 45 اوفر 2.5 اول باور 2. يبقى ديت سواء الطريقه ديت او الطريقه اللي انا شرحتها الاثنين صح. وممكن احل بطريقه واتاكد بطريقه ثانيه، يعني انا بعد خلصت الامتحان وعندي وقت كده وعايز اتاكد ان الحل بتاعي صح سواء الدايركت او الانفرس، فانا حليتها بطريقه الريليشن وجبت المطلوب سواء اكس او واي او في او ايا كان او ار. طيب عايز اتاكد من الحل بتاعي، استخدم الطريقه تاني واقول له بقى ايه، هشوف هل هيطلع نفس الريزلت ولا لا، عشان انا بقى ايه سايب السؤال وانا ايه مطمن. تعال نشوف another example. A car moves with uniform velocity where the distance varies directly. يبقى ايه؟ انا ادور على كلمه ده اشوف مين الفاريبلز اللي عندي، التو فاريبلز مين، والانفرس نوعه ايه، هل هو دايركت ولا انفرس. تمام، اشوف الفاريشن اللي بينهم، هل هو دايركت ولا انفرس فاريشن. فانا بقول لي بقى مين؟ if the velocity اسميها v varies directly مع ال t. تمام، varies if the velocity if the distance d هي اللي varies، يبقى اقول له since، يبقى اقول له كده نرجع تاني كده، يبقى يعني خلي بالي ان انا لازم اقرا السؤال بتاعه. يبقى انا with uniform velocity يبقى كده ايه ال velocity بتاعتي constant، يبقى ال varies مين ال variables اللي عندي؟ ال distance وال time، يبقى ال distance varies directly مع ال time. If a car covered a distance 150 كيلومتر، يبقى دي D1 distance الأولانية، in 6 hours يبقى دي T1، find the distance اللي هي D2، in time يبقى دي T2. يبقى أقول له بقى إيه؟ عندي أقول له D1 over D2 equals T1 over T2. direct substitution فين ال D1؟ D1 equals 150 find d، يبقى دي 2 مش عندي، t1 بكام؟ 6 over 10. تمام، يبقى دي equal 10 times 150 over 6، يبقى الديستانس يبقى 250 كيلومتر. تمام،
طب انا هلاحظ هنا ايه؟ لما كان خدت 6 اورز مشي 150، فلما خدت 10 اورز يبقى هيمشي ديستانس اكتر. يعني كده منتالي كده يعني ايه؟ يبقى انا كده فاهم. اقيس كده الحل بتاعي كده وابص له اديله نظره كده. فعلا لما كانت التايم 6 اور خد ديستانس، يبقى لما ياخد تايم اكتر فياخد ديستانس اكتر. ده ما ده مفهومي للدايركت ايه؟ فاريشن. الدايركت ان تو فاريبلز وين فاريبل فيهم بانكريز ذا اذر فاريبل انكريز، وين ذا فاليو ديكريز ذا اذر فاليو ديكريز معاه. غير الانفرس فاريشن، لما فاريبل الاولاني بيزيد الفاريبل الثاني بينكريز، اما فاريبل الاولاني انكريز الفاريبل الثاني ديكريز، والعكس ايه صحيح. تمام. طبعا ممكن واحد يجيبها بالريليشن. تمام. طالما ما طلبش مني الريليشن يبقى خلاص ما احتاجش ان انا ايه، لكن لو عايز اتاكد من حلي فانا هستخدم ايه، اكتب انذر سوليوشن. وطبعا متاح ليك ان انت حليت المساله وعايز تحلها بانذر سوليوشن، ممكن تحلها بطريقه ثانيه وايه، ومفيش مشكله خالص لو انت تحل المساله باكتر من طريقه. تمام. طبعا لان ايه، بنراعي كل الحلول، ان كل الحلول طالما ماشي في نهج صحيح وطلعت الاجابه صحيحه وماشي ماثيماتيكالي مظبوط، فمفيش مشكله ايه من الطريقه اللي انت تستخدمها. If a height of right circular cylinder h، يبقى ده اول variable عندي. ال variable الاولاني اهو h. Of a constant volume، يبقى ال volume عندي هنا constant. Varies inversely as square root of radius، يبقى ال h varies inversely مع مين؟ مع radius؟ لا، square root of يبقى 1 over r power 2. تمام. Of a base r، طبعا عندي السلندر اهيت، كلنا عارفين السلندر خدناه بالتفصيل في تانية اعدادي، وعرفنا ازاي نجيب الفوليوم بتاع السلندر واللاترال اريا والتوتال اريا. طيب انا هقول المعلومات ديت عشان مطلوبه منك. مطلوبه مني ليه يا مستر؟ انا هنقولها لان احنا عندنا حاجه اسمها اكيوميوليتيف كويستشنز. ممكن يجي لي سؤال تراكمي، يجي يقول لك ايه، فايند فوليوم اوف سلندر، فايند لاترال، تقول لا انا خدت، لا مش حاجه اسمها خدت اسئله اكيوميوليتيف مطلوبه منك. فعلى السريع كده هنقول فوليوم اوف سلندر، انا عندي هنا الريديوس اوف ذا بيز وهنا الهايت، فوليوم ايكوال ايه؟ باي ار باور 2 اتش، بيز اريا تايمز هايت، لاترال اريا ايكوال بيز بريمتر تايمز هايت، يبقى 2 باي ار اتش، توتال سيرفيس اريا ايكوالز ايه؟ 2 باي ار اتش بلس 2 باي ار باور 2. تمام؟ يبقى انت كده مطلوب منك ان انت بقى تراجع السلندر، السفير، الحاجات اللي انت خدتها قبل كده كلها مطلوب منك الايه؟ الرولز دي كلها المفروض اعرفها زي إيه. طيب نرجع بقى هنا تاني، اتش فيرس ذا انفرس لمان اوفر ار بار 2، يبقى اقول له اتش 1 اوفر اتش 2 ايكوالز ار 2 اوفر ار 1، بس لا ده ار باور 2 يبقى ما انساش الباور 2. تمام. اعمل بقى دايركت سبستيوشن، هشوف بقى اتش ايكوال، يبقى دي اتش 1 وهنا ار 1، اتش 2 اللي هو عايزها وادي ار 2 اللي هو عندي. تمام. يبقى اتش 1 18 اوفر اتش 2 مش عندي، R2 ادي R2 10.5 all power 2 over R1 7 power 2، therefore H equals direct substitution، يبقى 18 times 7 power 2 اهوت divide ال opposite للايه؟ لل unknowns اللي عندي او ال H، يبقى 10.5 all power 2، ونحسبها كده نقول له 18 times 7 power 2 over 10.5 all power 2 equals 8. تمام؟ equals 8 ايه؟ انا عندي هنا ال h سنتيمتر، يبقى ايه؟ اليونت عندي سنتيمتر. تمام؟ خلي بالك من الحاجات ديت مهمه جدا جدا، الاكيوميليتيف ديت لازم اكون ايه؟ عارفها كويس جدا. ادي هنا حل بطريقه اكثر تنظيما، قلنا عشان لو حد حب يرجع في اي وقت وحاجه مش واضحه في الخط ايه يقدر يرجعها تاني. وكده نقدر نكون غطينا الدايركت فاريشن والانفرس فاريشن عندنا كويس جدا، خدناهم على حلقتين منفصلين عشان نقدر نغطي اكبر قدر من الاكزامبلز وكل الافكار اللي فيه. وكده نكون خلصنا يونت 2 في الالجبرا، وان شاء الله السيشن القادم في ميعادنا ان شاء الله هناخد ريفيجن على يونت 2، نجهز نفسنا كويس نذاكر عشان وانا في الريفيجن تحل معايا في الريفيجن ان شاء الله تعالى، ونكون ايه شغالين مع بعض، وكون ايه مستمتع معايا بالايه بالمنهج بتاعنا ان شاء الله. كان معكم مستر احمد عمر من منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.